مختلفش، رانا عارفين كل واحد تمركز تاعو، رانا عارفين تمركز المولوديه وراها موجوده وفريق شلف اللي نحترموه. احنا اللي يهمنا هو معروف ان 3 نقاط، لكن هذه 3 نقاط تتطلب جهد من كل يعني النواحي. المهم والاهم ان الجمهور يساند الفريق مهما كانت الظروف، لان يبقى هذه المولوديه نبغوا ولا نكرهوا الجمهور هو اللي قاعد. ربما اليوم عاصمي راه متواجد وغدوه ما راهش يكون متواجد، لكن الجمهور خاص يساند، خاص نكونوا يد واحده. ان شاء الله نكونوا واجدين ونديروا اللي علينا، وان شاء الله ثاني حمراوي يساندونا، ان شاء الله نخلو 3 نقاط هنا في زابانا. حنا كاع المباريات غادي يكونوا مهمين في مرحله العوده، باسكو رانا في المرحله جد حساسه، وان شاء الله نكونوا نتفند مع كاع لي زيكيب. التحضيرات جازت بيان وين حضرنا كيما يلزم لهذه المباراه، ان شاء الله غدوه نكونوا على قد المسؤوليه باش نفرحوا الانصار تاعنا ان شاء الله. بيان سور حنا الانصار لازم يكونوا بقوه باش يكونوا الحافز رقم واحد، ان شاء الله نديروا اللي علينا باش نفرحوهم ان شاء الله.